يستعد إبراهيم للتبرع بالدم بعد أن يملأ استمارة تحتوي على 43 سؤالاً صحياً. يساعده على ذلك مترجم مختص، وذلك بعد أن خصص الهلال الأحمر التركي يوماً لتبرع السوريين بالدم في غازي عنتاب التركية في نقطة سانكو بارك كل يوم ثلاثاء من 9 صباحاً حتى 6 مساءً ضمن مبادرة لرابطة الأطباء السوريين في المدينة. بشكل طبيعي يعني مشان أول شغلة راحة الجسم، وثاني شغلة إذا في حدا إلعاز الدم هذا الشيء يعني، وثاني شيء الواحد بيرتاح يعني لو واحد يبرع بدمه بيرتاح بهذا الموضوع. والله مبادرة عظيمة جدا جدا، لأنه كتير ناس سوريين حابين يتبرعوا بالدم أول شغلة. الشغلة الثانية مثل حكايتي، في كتير ناس تعاني من ارتفاع خضاب الدم، فكانت تلجأ لطرق غير قانونية أو طرق غير صحية الحقيقة حتى تتبرع بالدم، وهذا الأمر ما كتير محمود العواقب. سابقا كان المواطن السوري لا يستطيع تبرع بالدم، لأنه هناك في مشكلة اللغة ومشكلة الإقامة، عنوان الإقامة. بعد هذا الزمن صار للمواطن التركي السوري إجباري أن يحدث بيان إقامته، عنوان إقامته، وثانيا صار يتقن اللغة التركية. لكل متبرع بالدم تغرس شجرة باسمه في غابات عنتاب، هكذا جرت العادة هنا. ويقول الطبيب إن المتبرع الواحد قد ينقذ 3 أرواح. ولم يستطع السوريون التبرع سابقا بسبب حاجز اللغة وصعوبة تتبع الحالة بعد التبرع. تقدم لنا الدكتور مصطفى للتخطيط لهذه المبادرة كي يتمكن السوريون من المساعدة في التبرع بالدم للهلال الأحمر التركي. كما رأينا هنا يتبرع المواطنون السوريون بالدم، كذلك المواطنون الأتراك، وتمت هذه المبادرة حتى يتمكن جميع المواطنين والأطباء السوريين من محاولة إنقاذ الأرواح، وأود شكرهم جميعا على الدم الذي سوف يتبرعون به. في مرضى علاجهم هو التبرع في الدم أو فصادة الدم مثل ما بنسميها إحنا، فكنا خلال هالفترة نبعثهم على مراكز بنك الدم، كانوا يقبلوا البعض ويرفضوا المعظم، الغالبية يعني الغالبية كانوا يرفضون. السبب طبعا هو تتبع المرض الموجود في الدم إن وجد، بالإضافة لعائق اللغة. ضمن الظروف الحالية يعمد اللاجئون السوريون إلى التبرع بالدم، ولسان حالهم يقول ما نفعله أقل من الواجب. الدم السوري يعطيه السوريون هذه المرة بإرادتهم لمن يحتاج، وكأنه كان خيارا بعد المنال بعد سنوات من اللجوء هربا من آلة القمع كما يقولون. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.